محكمة جنايات مصر. تبدأ محكمة جنايات القاهرة يوم الأحد في 16 من فبراير الجاري أولى جلساتها لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما عن قيادات وأعضاء الإخوان في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد. وعنها وانطلقت التوقعات والمطالب الشعبية في آن واحد من قلب الشارع المصري. قضية كبيرة جدا ومش سهلة، وأعتقد يعني فيها شغل كبير قوي للقضاء. طبعا القضاء المصري قضاء نزيه جدا. أنا كتوقعي إن عشان قضية كبيرة وفيها شغل كبير أعتقد هتتأجل علشان تاخد حقها. طبعا إحنا ما نقدرش، قضية منظورة قدام المحاكم ما نقدرش نتوقع فيها أحكام، لكن إحنا بنسيب الحكم ده للقضاء المصري النزيه، وأكيد هيجيب للناس دي كلها حقوقها اللي الإخوان دمروها. والله مطالبة أنا المفروض مرسي ده يتعدم، لأني فرط في الأرض وفرط في المتظاهرين ودم الشباب اللي راح ده هدر، عاوزين حق الشباب. توقعنا تتأجل كالعادة يعني لحد ما الأدلة كلها تكتمل وبعد كده يتم الحكم فيها. محمد مرسي يلبس البدلة الحمراء 50 مرة مش مرة واحدة، ده مش خان الوطن بس، ده خان شعبي بأكمله وخان الدول العربية والإسلام والدين. عايزين إعدام، عايزين أهالي الشهداء ترتاح من الطار، والمكانش الحكومة بتاعتنا هتاخد حقنا، والمكانش اللي هي فعلا هيجيبولنا يعني محكمة عادلة احنا اللي هناخد حقوقنا. من المعهود في الأعراف القانونية أن أولى الجلسات غالبا ما تكون جلسة إجرائية التأجيل فيها هو مصيرها، ومن ثم عبر الناس عن رغبتهم القوية في تحقيق محاكمة عادلة تشفي صدور أهالي الشهداء من ناحية، وتأخذ بثأر الخيانة للشعب من ناحية أخرى. أنا بودي رسالة لقضاء مصر العظيم إن إحنا الشعب بنطالب بإعدام محمد مرسي. محمد مرسي هو اللي متسبب في الإرهاب والإرهابيين في جمهورية مصر العربية، الذي سلم كل ما يحدث في جمهورية مصر العربية هو محمد مرسي المسؤول الأول والأخير. إعدام هو وفرقته، هو مكتب الإرشاد كله، وأي إخواني أو أي مصري يتجرأ ويعمل أي عملية إرهابية من اللي هم بيعملوه من المفروض وزارة العدل أو القضاء الحكم بالإعدام فورا. دول مش إخوان مسلمين، دول إرهابيين. إعدام إعدام إعدام. قضية التخابر أو غيرها من القضايا الأخرى المتهم فيها محمد مرسي وأعوانه، الحكم فيها أصدره الشعب قبل حكم القانون، فالإرادة الشعبية في النهاية هي الحاكم لكل ظالم. حنان راضي، قناة دريم. الحقيقة في هذا التقرير في أحد المواطنين الحاجة بسيطة جدا بس معناها كبير جدا. مرسي فرط في الأرض، فرط في الأرض يعني خاين. عشان كده احنا بنرحب بضيفنا العزيز النهاردة في الاستوديو اللي هيوضح لنا العديد والعديد من الحقائق، الأستاذ ياسر سيد أحمد المحامي. أهلا بحضرتك يا فندم، صباح الخير عليك، منورنا. طبعا عايزين الأول نعلق على ما صدر في هذا التقرير. مواطنين عندهم غضب وسخط شديد، وكمان متضايقين من تأجيل القضية كل شوية. هو يعني أولا الناس معذورة في موضوع المحاكمات، إن أولا المحاكمات كتير، ثانيا مش عارفين الإجراءات قوي، علما بأن بتهيألي من بعد ثورة يناير والناس بدأت تتابع على التلفزيونات المحاكمات، وبقى عندنا محاكمة رئيس الجمهورية بقى شيء عادي جدا. فالمفروض هم فاهمين ان القضايا ليها نظام معين بتمشي بيه، الموضوع مش على طول جبنا قرار اتهام من النيابة وبعدين خلاص يجي قاضي من اول جلسة يحكم، ما ينفعش. ده النيابة عشان توصل لحاجة زي كده قعدت شهور تعد في الأدلة بتاعتها. على سبيل المثال قضية زي قضية التخابر قعدت 5 سنين او اكتر، ده احنا من 2005 جاي لنا بداية التعامل في قضية التخابر لحد احنا في 2014. يعني وصلنا لتسع سنين ما يقارب لعشر سنين عشان نقدر تكون في قضية قدامنا. فما ينفعش على طول من اول جلسة يبقى في حكم، غير ان في ايا كان المتهم ده مين، ايا كان هو هل خاين مش خاين، قاتل غير قاتل، المهم ان هو متهم ليه حقوق.
فلازم حق صحيح. الدفاع بتاعه يكون مكفول ليه من اول جلسه، اعرف انا هتحكموني بايه. بعد كده اعد الادله بتاعتي وشهود النفي بتوعي وافند الادله اللي جايه لي ايه. تمام. لا ده قصه كبيره مش صغيره. وبعدين برضه عشان الكل يبقى عارف، دي تعتبر المحاكمه الاولى. بعد المحاكمه الاولى في نقد. النقد قد يعيد القضيه مره اخرى للمحاكمه الثانيه. المحاكمه الثانيه قد يكون فيها نقد. النقد الاخير يتصدى للقضيه او يرفض ويثبت الحكم الاخير. فالموضوع مش سهل. عندنا مثال زي كده قضيه محاكمه مبارك والعدلي والمساعدين. القضيه اتحكم فيها في الاول بمؤبد على مبارك وعلى عدلي وبراءه للمساعدين، راحت للنقد. النقد اعادل كل نقطه البدايه، كله صفر، لا براءه اتاخدت ولا احكام اتاخدت. المحاكمه الثانيه شغاله، هيصدر فيها حكم لسه عما قريب. احنا شغالين فيها هو بان داخلين على السنه، حوالي 7-8 شهور. فالموضوع لسه واضح يعني. الموضوع لسه لسه في وقت كتير. بس يا فندم، المواطنين كانوا في هذا التقرير ايضا بيطالبوا بمحاكم ثوريه. ماذا عن المحاكم الثوريه؟ يعني انا بس عايز اعرف برضو يعني شكلها القانوني بيكون عامل ازاي. ما فيش حاجه اسمها محاكم ثوريه في مصر. ما حصلتش الا في بقى عقاب ثوره 52 علشان اللي قاموا بالثوره هم اللي حكموا البلد، فبالتالي بدأوا يحاكموا غيرهم. فكانت انا في وجهة نظري كانت تعتبر محاكم انتقامية. محاكم اللي قامت بعد ثورة 52 اعتقد كانت من قبل بعض الضباط الاحرار، كان بالضبط كده. فهي هم الضباط الاحرار قاموا بالثورة وحكموا البلد. فبالتالي نفذوا اللي هم عايزينه، فبدأوا يحاكموا اللي كان بيخالفهم او اللي هم كانوا شايفينه خطر على وجودهم. احنا هنا في مصر اللي قام بثورة يناير شعب. وبعدين كان بسبب تأخير اتخاذ قرارات من الإدارة السياسية تفاقمت الأزمة. تمام. فبعد ما تفاقمت الأزمة جه الفصيل الوحيد المنظم ركب على الثورة دي اللي هو كان الإخوان المسلمين. صحيح. سرقوا الثورة، خدوها وبدأوا يعملوا بعض لحسابهم بعض التفاهمات مع المجلس العسكري اللي ما كانش لاقي قدامه غيرهم. هو ما فيش حتى على الارض، ما فيش اي حاجه ثوريه موجوده، شباب قاعد بيهتف عايز مطالب، ما فيش حاجه اتحققت. فلاقوا نفسهم داخلين قدام الفصيل ده. الفصيل ده عرف يركب الموجه كويس قوي، عرف يخطط كويس قوي. تمام. بدات النتائج بتاعه تظهر في ان هو دخل الانتخابات الرئاسيه، دخل الانتخابات النيابيه. صح. مسك البلد لمده سنه لانه مش متخصص او مش راجل دوله، ولانه سارق. سقط بسرعه. سقوطه كان في محاكمات بقى ليهم دلوقتي بناء على هذا السقوط. اذا لا يوجد ما يسمى بالمحاكمات الثوريه. ما فيش حاجه اسمها محاكمات ثوريه. طيب بكره محاكمه معزول محمد مرسي بتهمه التخابر. انا هسال حضرتك سؤال بصفتك محامي وبصفه حضرتك يعني متعمق في هذه القضايا. محمد مرسي خاين؟ اذا ثبتت عليه التهمه فهو خاين. هو حتى الان متهم، والمتهم بريء. الاتهامات اللي متوجهه له ايه بالظبط يا فندم؟ هو في قضيه بكره التخابر مع جهات اجنبيه بما يضر مصالح البلاد. التخابر هنا في القضيه لان احنا لسه ما شفناش باقي ورقها، وكل اللي معروض لدينا دلوقتي هو اجزاء من امر الاحاله الخاص بها. طيب. امر الاحاله ده هو الامر اللي موجود فيه الاتهامات اللي بيعاقب على اساسها المتهم. طيب هنا انا بس استاذن حضرتك، انا عايز اعرف يعني امر الاحاله ده متضمن ايه بالظبط؟ انا جاي لحضرتك في الكلام. امر الاحاله بيكون متضمن مواد العقوبات. أيوة. والمتهمين بكل متهم عمل ايه بالظبط عشان يتحاكم. تمام. فاحنا هنا المقدمين للمحاكمه مين؟ هنلاقي محمد مرسي واعضاء مكتب الارشاد وبعض المعاونين له. بيقولوا 35 ما هو هم 36 بمحمد مرسي. وفي ملحوظه كده، محمد مرسي متهم في كل القضايا المتقدمه للاخوان. محمد مرسي لوحده متهم في كل القضايا، عامل مشترك في كله. عامل مشترك في قضيه التخابر، عامل مشترك في قضيه فتح السجون، عامل مشترك في قضيه الاتحاديه بحكم وظيفته اللي كان موجود فيها. تمام. تمام. فهنا امر الاحاله موجود في قضيه التخابر ان هم بيتحاكموا على وظيفته بقى كرئيس جمهوريه.
لا مش وزارة الجمهورية بس. ما انا عايز اعرف مكتب ارشاد. ايوه وليه ادوار معينه موجوده في الورق بناء على اتصالات قام بها هو واعضاء المكتب الرئاسي الخاصين به وقبل كده وهو عضو مكتب ارشاد. لان الموضوع اكتر واحد متهم في القضيه ديت هنلاقيه احمد عبد العاطي. موجه ليه اتهامات كثيره جدا. ورصد ليه اتصالات بمحمد مرسي اثناء الحكم وهو خارج البلاد، وكانت ردود محمد مرسي كلها بتلاتة حاضر على تنفيذ اللي بيتقاله في التليفون من موضوع التسهيلات معينة هتتم من خلال الاتصال. بالظبط يا فندم، هي دي بقى التفاصيل اللي أنا كنت عايز أعرف التفاصيل دي بقى عشان نقول لك دلوقتي عليها. بتهيألي مش هنكون صادقين 100% لان مش هنعتمد على تسريبات بعض القنوات الفضائيه او بعض البرامج اللي بتقول التسريبات هي دي اللي بتحاكم محمد مرسي. لو انا ما بقاش متخصص لو انا قلت حاجه لحضرتك حاجه زي كده. لا، في تسريبات بتقول ان محمد مرسي تم الاتصال بيه، انا ما اقدرش احاكمه الا على اللي موجود في الورق. موجود عليه ايه في الورق؟ 1 2 3 4 5 6 10 كل الكلام ده موجود لسه في قلب الورق بتاع القضيه اللي بيقارب من 6 7000 ورقه. فهنقول قشور. بالظبط، احنا نقول بس ما نعلمه. يعني هنقول حاجات كده معينه، ان هنقول في اتصالات تمت بينه وبين احمد عبد العاطي مضمونها ايه كله مش عارفينه. تمام، لكن فيها ما ينم عن وجود اوامر او تعليمات يجب تنفيذها في هذا الشان، شان بخصوص حاجات تخص الامن القومي المصري. ايه هي الحاجات دي بالظبط وبالتحديد محدش لسه يعرفها. لكن انت قلت حاضر على ايه يا محمد يا مرسي، هتنفذ ايه يا محمد يا مرسي؟ المفروض الكلام ده جوه الورق. المفروض ده كلام الثلاثة حاضر دول لسه المفروض جوه الورق. انا معرفهمش عن نفسي. غيري برضو معرفهمش، اللي يعرفهم مين؟ حد قرأ القضية؟ ما حدش قرأ القضية دلوقتي حتى عشان نروحنا نجيب منها نسخة. تمام، احنا اولا مش ممثلين في القضية، مالناش صفة، محامين المتهمين بس. طب مجني عليهم في القضية دي؟ مفيش مجني عليهم. يعني انا اصلا المفروض انا ما تقدمتش لطلب للتصريح ليا بالحضور هذه القضية، علما بان انا ممثل في قضيه الاتحاديه عن المجني عليهم وممثل في قضيه فتح السجون عن المجني عليهم. تمام، في القضيه دي انا مش ممثل عن حد، مفيش حد هيروح هتدعي مدني عن مين. ممكن تروح تدعي مدني ان انت قدرت بسبب هذا التخابر، صحيح، بس ده هيبقى تكلف زياده عن، انا شايفه تكلف زياده عن اللزوم. انما قضيه التخابر انا شايفها جايه لقضيه السجون، لا عشان اثبات اشياء كده معينه في قضيه السجون. فممكن تبقى تضم اليها، خاصه بان المستشار اللي بيحاكم الدايرتين او الدايره اللي بتحاكم في القضيتين واحده، اللي هي دايره المستشار شعبان الشامي. فهي اللي بتحاكم محمد مرسي في فتح السجون. تمام، وهي اللي بتحاكمه في قضيه التخابر. جميل، والاثنين كانوا مرتبطين ببعض. طيب انا قبل بس ما ادخل في موضوع يعني موضوع قضيه فتح السجون، في يعني ناس كانت بتقول المحاكمه الجلسه اللي فاتت، طبعا احنا كلنا يعني شفناها، وحتى اللي ما شافهاش على التلفزيون شافها على اليوتيوب، كان فيها بعض يعني التصرفات الغريبه من محمد مرسي، خاصه لما بدا ان هو يعلي صوته في قاعه المحكمه ويقول، وانا عارف حضرتك كنت موجود في يعني في هذه الجلسه، ايه اللي كان بيحصل بالظبط وما الذي ادى الى انفعاله بهذا الشكل؟ يعني هو عمال يقول القاضي انت مين؟ يعني هو مش عارف ان هو مسجون وان ده قاضي وان هو بيتحاكم؟ لا، يعني هو فيها حوار كده معين. عايز افهم ايه ده؟ عايز اقول لحضرتك حاجه، القضيه كلها كانت مسجله. تمام، واللي اذيع ده شيء مجتزأ من اللي حصل. علشان نحكيه بالظبط لازم نكون فاهمين حاجه، محمد مرسي لما جيت حاكم في اول جلسه خالص كان ظهر اول ظهور ليه فين؟ في قضيه الاتحاديه. فكان لوحظ ان هو والمتهمين معاه اللي هم 15 مقبوض على 8 بس منهم محمد مرسي، فكانوا 7 عاملين له حفله وتسقيف وداخلين عشان يكلموا الاعلام. الناس مش جايه عامله ان هي تتحاكم خالص، جايه ان هي تكلم ايه الصحفيين الاجانب كمان مش المصريين بس. والمصريين جايين علشان يغطوا، يعني الصحف المصريه جايه تغطي، تغطي، انما الاجانب جايين لاستماع رساله معينه منهم عشان يوصلوها ويبداوا يفضحوا في اشياء معينه كده خاصه في الدوله. فكانت ملحوظه مهمه جدا ان احنا لازم نحجم هذا التطاول اللي هم جايين بيعملوه. خاصه ان كان في تطاول من المتهمين على المحكمه. فكانت الجلسه اللي بعديها بقى المفروض محمد مرسي يجي، ما جاش.
ما جاش. كان الظهور بقى الثاني في قضيه فتح السجون مش في الاتحاديه اللي حصل ده كان في قضيه الاتحاديه. الظهور الثاني كان في قضيه فتح السجون فكان في مفاجاه كبيره جدا اللي هي القفص الزجاجي. القفص الزجاجي ده كان عباره عن صدمه رهيبه جدا ليهم وكانت مفاجاه كبيره جدا لينا احنا. يعني احنا قاعدين اتفاجئنا بوجود القفص الزجاجي. طب ايه اللي هيحصل فيه؟ طب التعامل هيبقى شكله ازاي؟ خاصه ان المتهم يجب ان يكون متصل بقاضيه طبعا ومتصل بمحاميه في الجلسه سامعهم وسامعينه. فاحنا لازم نشوف حاجه زي كده ايه اللي هيتم. فطبعا التكنولوجيا كان ليها هنا عامل كبير جدا بان انت جوه عندك سماعاتك الخاصه بيك بس في تحكم لدى القاضي قدامه في ان هم سامعيننا كويس جدا بس احنا ما نسمعهمش الا بزرار التحكم اللي بالظبط. ده منعا طبعا لموضوع الوكالات الاجنبيه اللي جت علشان تاخد تصريحات بقى منع لحاجات كتير قوي للهتافات ولل بس ده في المقام الاول. انا حضرتك برضو اشرت الى نقطه هامه جدا وكويس ان احنا وضحنا ده. القفص الزجاجي ما كانش علشان الناس تقعد تتريق وتقول ده قفص وده حوض سمك والكلام ده. في الشرح واضح جدا لان في الجلسه الاولانيه جه عصام العريان طلع بنفس النص اللي بقوله سعادتك كده قبل ما يكون في قفص زجاجي خرج لوحده والباقيين لسه ما دخلوش. ايها الساده انتبهوا القي بيان. القي بيان ايه؟ طب يا فندم يعني ده مش هاي يعني واقف. انا بصراحه يعني انا تم استفزازي يعني انا عن نفسي واحد من الناس اولا اتضايقت من الامن انتوا ازاي تسمحوا حاجه زي كده. ثانيا رحت واقف قلت له يا عصام يا عريان انت مش راجل دوله عشان ايه القي بيان؟ انت متهم وفي قفص ولابس ابيض انت في ايه؟ وبصوت عالي بقى عشان الصوت يوصل. تمام. ففي بعديها ورايا قاعده الاستاذه فاطمه الزهراء المحاميه راحت واقفه ويا استاذه كبيره جدا يعني ربنا يديها الصحه قالت له انت بالذات يا بتاع اليهود وعايز ترجعهم مصر ما تتكلمش خالص. فبدا يبقى في حوارات جانبيه وعبث بقى بيحصل في الجلسه. هو بدا يرد او المحامين بتوعهم بداوا يردوا وهو مهتم بان هو يلقي كلمه للصحف الاجنبيه. للصحف الاجنبيه برضه يعني لسه هو جاي عشان كده. برضه البلتاجي طلع باشاره رابعه وواقف ويقول انا بقالي مش عارف 18 يوم ما باكلش وما بشربش. هو بيتكلم زي الجن وقاعد كده صحته ما شاء الله وكان لسه فتران وطلع يقول كده. يعني هو كان لسه فتران جوه في الغرفه الخلفيه للقفص ومتصور. هو قال بقاله 15 يوم ما بياكلش وبقالي كام يوم ما باكلش ومضرب عن الطعام ومحدش سائل فيا وشويه كده كلام. هما جايين يكلموا ويثيروا الاعلام ويثيروا الناس اللي واقفه بره فاكراهم ان هم تمام قيادات وكده. طيب. فطبعا هنا لما نرجع بقى للموضوع كله ان في مشكله حصلت لهم بسبب القفص الزجاجي مش هيقدروا يعملوا المسلسلات اللي بيعملوها. صحيح. مش هيبقى في الرسائل اللي عايزين يادوها. فاتصدموا صدمه رهيبه. هم داخلين القفص مقسوم نصين. نص اللي هو اللي تحت اللي بتشوفوا فيه مبارك على طول والمتهمين معاه ونص تاني فوق اللي هو في المدرجات. النص الاولاني دوت كان فاضي لان محمد مرسي دخل بعديهم. فهم دخلوا فدخلوا داخلين بهتاف. الهتاف ده المفروض ايه؟ بيقولوا بصوت عالي جدا. يعني انا كنت من اقرب الناس الموجودين للقفص كنت سامع وشوشه حاجه بسيطه جدا. عزل الصوت تمام. مفيش خالص. هم حتى المحامين اتفاجئوا وهم اتصدموا لقوا نفسهم ايه بيدانوا مع نفسهم كده ايه ده في ايه. فبداوا يشاوروا. ابتدى المحامين بره يشاوروا لهم احنا مش سامعين وانتم مش سامعين. فبداوا يلعبوا لعبه الافلام مع بعضهم كده يعملوا لبعض كده انت هتعمل ايه انا هعمل ايه. يشاوروا شغل الاشاره بتاعه تمام طيب الكورس والكلام واشاروا ايضا باشارات رابعه على طول. بعد كده دخل محمد مرسي فداخل فاكر نفسه هيتسقف له زي ما اتسقف له قبل كده. اتصدم فمش عارف في ايه. فبدا يشاوروا له. المهم القاضي دخل فبينادي عليهم واحد واحد محدش راضي يرد عليه خالص خالص تمام. فالمحامين بيتحججوا بره فبيقولوا ده مش سامعين حاجه. قال لهم لا هم سامعين كويس جدا. حتى راح اشار يا محمد يا بلتاجي انا شايفك يعني هنا ما بس بنادي عليك ما بتردش ليه. فراح قال له يسقط حكم العسكر. قال له طب ما انت سامع اهو. فبدا حتى يا محمد يا مرسي ما بتردش ليه. فراح محمد مرسي قال له مش سامع. قال طب ما انت ما بينادي سامع برضه تاني. هو ذكائه ده هو اللي وداه في داهيه. كويس والله. بدا المحامين بقى ايه يتكلموا عن القفص واخدوا ساعه ونص في الموضوع ده.
المهم بدا يتكلم معاه، قالوا له ايه الدكتور محمد مرسي عايز يتكلم. قال لهم انا اتكلم يا محمد مرسي. فتح المايك اتكلم يا محمد مرسي. المحامين سامعيني سامعيني ما رضيش يتكلم الا ما قالوا له احنا سامعينك. تمام. فبعدين بدا يتكلم فالقاضي بيناديله وبيقول له قال ايه بقى؟ هو لسه هيبدا يتكلم وهيحكي بقى القصه بتاعته. وانا هنا بقالي جاي هنا من امبارح بقى من الساعه 7 الصبح، وانا في المكان اللي انا مش عارف انا فين فيه ده، وده ما ينفعش ودي مش اسلوب محاكمه. فالقاضي بيرد عليه بيقول له محمد يا مرسي في اتهامات ليك موجهه يا محمد يا مرسي. فبقول له انا ما تقوليش يا محمد يا مرسي، انا ليا لقب تناديني بيه اسم السيد الدكتور رئيس الجمهوريه محمد مرسي. وبيتكلم بغلظه كده مع القاضي. انت اسمك ايه؟ فالقاضي هو بيقول للقاضي بقى انت اسمك ايه؟ انت مالك ومال الاسم؟ قال له انت اسمك ايه؟ رد قول لي اسمك ايه، ان هندهلك باسمك زي ما تناديني باسمي. فراح القاضي بدا ايه، خلاص بقى انت هتتطول عليه. قال له ابقى اسال محاميك وانا اقول لك، هو يقول لك انا اسمي ايه. فبدا يقول له بقى انت مين، انت مش عارف انا قاعد فين، انا هنا لوحدي وانت مش عارف المتهم بتاعك فين ولا محبوس فين، انت مين يا عم. دي بقى الجزء اللي وصل لنا بقى تسمعوه. انت مش عارف انا مين. هو قال انت مش عارف انا مين، انت مين يا عم. بعدين خلاص بقى انتوا سمعتوا كده. بعد كده بدا يتكلم تاني ويقول انا في عزله، وانا محبوس، وانا مش عارف انا فين، وانا ماليش حقوق. وبدا هيلخبط في القاضي، فراح القاضي قطع الصوت تاني عنه لحد ما بطل الهلفطه اللي عمال يقولها دي. واعتقد ان كل ده كان نتيجه الصدمه بتاعه القفص. يعني كل ده نتيجه صدمه. هو قاعد يسال القاضي انت مين وانا في عزله وانا مخطوب. اصل يعني هو يعني بيشير بكلامه بطريقه كده ان هو اتخطف وان هو مخطوف، وان زوجته ايضا صرحت بهذا التصريح. هو قال في طب مخطوف ازاي يا فندم؟ ده في محاكمه بتحصل على الهواء. هو اتفتح فيه الصوت وهو بيتكلم وبيقول انا من يوم 2/7 وانا مخطوف بتواطؤ من وزير دفاعي عبد الفتاح السيسي ورئيس الحرس الجمهوري، تواطؤوا ضدي وخطفوني وحطوني في مكان انا مش عارف هو فين، وجالي المستشار ابراهيم صالح وحقق معايا، وانا رفضت التحقيق علشان دي تحقيقات مش دستوريه مع رئيس جمهوريه، وما كنتش عارف انا قاعد فين، وانا بتهمهم بالخطف. ده كلامه ان هو يعني دليل ان هو مش عايشين في الواقع. انا عمالة اتخيل بعد 25-30 سنة التاريخ هيسجل الكلام ده ازاي. يعني فعلا اللي هيأرخ الكلام ده هيلاقي معاناة كبيرة جدا. في حاجات كثيرة جدا هتبان وهتتضح، خاصة انت بتتهميهم دلوقتي بثلاث قضايا كلهم قضايا شامل فيها القتل، شامل فيها الارهاب، شامل فيها البلطجة، شامل فيها الخسة والدناءة في التخابر ضد الدولة. بالضبط، قضايا كثيرة الحقيقة، إرهاب، تخابر، في يعني العديد والعديد من القضايا. هنتكلم طبعا باستفاضة مع ضيفنا العزيز، ولكن اسمح لي أخرج لفاصل سريع. مشاهدينا ابقوا معنا بعد الفاصل.